بدات اسطورية فعصر الظلمات من اللي ما كانت حياة وكثروا فيها الأموات الطيح كتر من الواقف والواقف بيدو مات شي يضرب شي كي تضرب شي كي ردت في الأهات تم حكمة الظروف القاسية لها الحياة بالقمع الدكتاتوري اللي عايش باقي ما مات فلسطين عايشة حزينة والعالم غرقة بسفينة حيت ما شافوش الانتظار والعظمة اللي بنينا تعداو علينا حتى قرونا بالظلم حنا عانينا زادو نطقو بمصطلح كان قادر يتكفل بينا أو باش ماشي بشر هيدا حنايا تسمينا من تما بدات رواية وانطلقت هي روينا روينا تقتل في الشعب وتكمل على ما بين الفقر والجوع والحقرة بيها حنايا تبلينا في الاخر نكرو كل شي باش يكملوا على ما بينا صافي عرفنا شكون الارهاب والله لا ضحكتوا علينا.